إذن معنا محمد العطواني، عضو المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي السابق لمدينة المحمدية. طبعا القراءة ديالكم لدورة المجلس البلدي. هي قراءة عادية بالفعل. اليوم تمت الجلسة الأخيرة للدورة أكتوبر، اللي هي الدورة عادية. نعم. واللي كتضمن من خلال جدول أعمالها نقطة مهمة، ألا وهي الميزانية. نعم. والميزانية هي مسؤولية جسيمة، مسؤولية كبيرة بالنسبة لجميع الفاعلين المنتخبين والموظفين وجميع المدبرين للشأن المحلي فيما يخص إعداد الميزانية. كذلك هناك مسؤولية أولية للسيد الرئيس مع أعضاء المكتب، لأنه من الناحية السياسية ينبغي أولا التقارب فيما يخص الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إعداد الميزانية، يعني يستوجب من الجميع إدلاء بآرائهم حول الحاجيات والانتظارات ديال المواطنين بالنسبة لمدينة المحمدية، الشيء الذي لم يتوفر في هذه الميزانية. ميزانية تم إعدادها من طرف موظفين، هاد الموظفين عطاو الارقام حسب السير العادي لهذا، وهذا الاعداد تعطى للرئيس والرئيس رسلو لهذا. اذا هذا يعني ما كانش واحد التشاور لم يكن تشاور، وهذا بتاتا، وهذا راه بان وتبين من خلال القراءه ديال التقرير ديال لجنه الميزانيه، بانه السيد واجي اللي هو نائب الرئيس وعضو في اللجنه الماليه قد طرح سؤال يتساءل لماذا تجاهل الرئيس جمع المكتب من اجل اعداد ميزانيه. وفي الدوره هنا كاين غادي نسولوكم المواطنين، ملي كنتو نتوما رئيس المجلس البلدي واش كنتو كتشاوروا مع جميع الفرق؟ هذا كان بكل وضوح وبكل وضوح، والتاريخ يشهد. التاريخ يشهد، والمحاضر ديال اجتماع المكتب كيشهد. حنا ما يمكنش نجيبوا ميزانيه بدون اشراك الجميع، لا يمكن. لا المعارضه لا كل لا لا كل شيء كان كيتجمع باش يدلي بالاقتراحات ديالو بالرؤيه. واكثر من هذا اللجنه كانت فيها اعضاء، كان فيها اعضاء من المعارضه واعضاء من الاغلبيه. نعم. والجميع كيشارك بالراي ديالو موافق او رافض. نعم. وكيبقى للمجلس كذلك النقاش. هذا الشيء اللي كان كيتم. ما عمر شي، ما يمكنش تجيب انت كرئيس تجيب ميزانيه بقرار انفرادي، وهذا اللي وقع دابا. ماشي جابها كون كانت هذه الميزانيه احنا مشاركين فيها غندافعوا عليها. احنا كمكون في الائتلاف ديال الاغلبيه ديال المجلس غندافعوا عليها، غنجيبوا بعدا كاين واحد الاقتراحات ديال الناس حسب حاجيات ديال المدينه. وهي الميزانيه اولا وأول قبل كل شيء تفتقر للمضمون ديال الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو في الافتتاح ديال ولاية التشريعية الحالية، اللي تكلم على خدمة المواطن وقرب الإدارة من المواطن. باش غادي نعملوا هذا الشيء إلا ما عملناه في الميزانية، ولا ما عملناش من خلال المصالح الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعيه وكذا، هذه كلها تخدم المواطن. الا ما كانش هكا بهذه الرؤيه هذه ما يمكنناش نعملوا. ثانيا المداخيل هزيله جدا، كيفاش يمكن لي انا نجيب واحد الميزانيه وانا احنا كفريق حزب التجمع الوطني في البدايه ديال الولايه. نعم. جاب الميزانيه ديال 2016 قلنا له خذ بالك راه هاد الارقام منفوخه، وهذا الشيء راه في المحضر مدون، هذا الشيء راه ما غيمكنلكش تحصلو، ما ديرش له التحصيل، ولا ما يمكنلكش، راه ما يمكنش تعمل المصاريف وتعمل المشاريع. اليوم في الحصيله ديال الميزانيه 2015 كاين فائض ديال 950,000 درهم، 950,000 درهم مدينه بحال هذه ما اش غادي نعملوا بها؟ هذه ماشي جامعه قرويه بسيطه صغيره تحقق واحد مليون ديال الدرهم ولا 900 ولا 800,000 درهم نبقى نبرمجوا بيستات ولا كذا. هذه مدينة كبيرة ومدينة عصرية ومدينة حديثة، مركز استراتيجي وقطب صناعي بامتياز في الجهة الدار البيضاء سطات. نعم.
تستوجب منا الجميع البذل ديال المجهود في تحصيل المداخل وبالخصوص مداخل الضريبيه التحويليه اللي تم يعني حوالي 41% ولا 44% والباقي ما. إذا المواطن العادي بمدينة المحمدية يتساءل ماذا بعد الرفض، رفض الميزانية؟ بعد الرفض احنا قلنا انتم عندكم خبرة، انتم رئيس مجلس بلدي سابق. الرفض احنا لازم ما جيناش لهذ البلدية باش نرفضوا، جينا باش نشتغلوا، جينا باش نعملوا وشاركنا في هذه الأغلبية باش نعملوا من أجل المدينة. اولا لحد الساعه الى ما تمش واحد وضع ديال واحد البرنامج ديال التنميه كما كينص عليه القانون، ما يمكنش نسيروا مع هذا الشيء، ما يمكنش. خاص اولا وقبل كل شيء الرئيس والمكونات ديال المجلس يجيبوا واحد المشروع تنموي للمدينه واللي يمكننا ننفذوه بسنه اخرى. الى الان ما كاينش هذا المشروع، حنا ما كنسيروش، ما عندناش حانوت ديال البيسري كنسيروا بنهار على خوه. راه هذه راه مدينه تكون عندك رؤيه استراتيجيه سياسيه اجتماعيه ثقافيه وقت واحد. اولا فين هي الديمقراطيه التشاركيه؟ نعم. تضرب مبدا ديال الديمقراطيه التشاركيه. نعم. تضرب مبدا ديال الحوار. نعم. مبدا ديال التنمية المستدامة. كيفاش غادي تشتغل؟ بأي رؤية غادي نشتغلوا؟ لازم من تنزيل القانون أولا اللي تينص على السنة الأولى من ولاية المجلس تدبير واحد البرنامج ديال التنمية، وهذا وضحناه في الجلسة اللي السابقة أو الجلسة اللي قبل هذا. لحد الساعة لم يتم أي اجتماع أو إعلان على برنامج التنمية، على الأقل الرئيس يعلن على هذا. على هذا راه كما تعرف الجميع خصو يدير فيه المجتمع المدني ويدير فيه لجنه الحوار هذا ويستدعي الجميع من اجل اشراك الجميع. باش مقابل هذا الرئيس قال صراحه كانت هناك تراكمات، قال كانوا تراكمات ماليه للجماعه يعني منذ سنوات. ما تعليقكم؟ شوف انا تعليقي وقالها اكثر من مره. اسمع مزيان. اولا هو تيفتقر لرؤيه ديال التدبير والتسيير، انا نقولها لي بصراحه عبر هذا سميتو. علاش؟ الى جماعه كتشتغل غادي يكونوا عندها ديون، شيء طبيعي. الى ما كانوش عندها ديون راه ما كتشتغلش، حيت جماعه قاعده نقدر نقول هذه قاعده في التسيير والتدبير ديال جميع الامور اللي عندها طابع اقتصادي. الانسان اللي كيبقى يشتغل تندخل الفلوس عاد نشتغل، راه ما كايناش هادي. هادي واحد. جوج، هو في الكلمه ديالو قال اودي راه باقا واحد المليار و200 مليون اللي غنخلصوها في 2017 بقى غير دين واحد. وعاود قال راه تقريبا كاينه 12 مليار، كاينه 12 مليار ولا شي حاجه. هو الان وقع على عقد ديال القرض بقيمه 12 مليار من اجل انجاز القنطرة اللي انا في الولايه ديالتي ديال 2003 2009 درنا لها ديك الساعه والدراسه التقنيه واللي جا ركب عليها هو دابا الان. وهو كان هذيك الساعه كاتب المجلس باش لا غادي نكذبوا على شي واحد غايب، هو راه عارف وهذا الشيء كاين في المحاضر مدون. والقنطرة الان جاهزه من ناحيه التقنيه، يعني الدراسه التقنيه. الدراسه الماليه، هناك قرض اللي تعطي صندوق التجهيز الجماعي في 12 مليار، وهذا يعني راه كل شيء كاين. راه خاص. هل تتحدث عن قنطره الطريق البداله؟ انا كنتحدث على القنطره اللي كاينه اللي كتجمع المنطقه الصناعيه جنوبية، المنطقه الصناعيه الجنوبيه مع المركز ديال الساكنه اللي في العاليه على طريق المصباحيات اللي هو طريق البدال. نعم. او ما يسمى بشارع، انا كنسميه شارع محمد السادس، للربط ما بين شارع محمد السادس والمنطقه الصناعيه مع الساكنه باش نقلوا السير والجولان اللي كاين في الشارع الحسن الثاني باش يقلل على هذاك، وتكون واحد لا فلويديتي في ذاك الجهه، واحد لارتيكولاسيون حتى من الناحيه البيئيه، من واحد العدد حوادث السير، واحد العدد ديال الامور اللي درسناها انذاك. والان المشروع راه جاي وكنتمنى لهذا المشروع يعرف النور ان شاء الله في السرعه في الانجاز، لانه خاص عين لي الاخراج ديال المشروع ما معطيش لكل شيء.
معطي كان اخراج المشاريع معطيين لمواليهم، فهمتيني؟ راه يمكن لك الدراسه ويمكن لك تدبر على الميزانيه ويمكن لك هذا، ولكن يبقى عليك التخوف والتعثر وما تقدر تخرج حتى حاجه. راه اخراج المشاريع كيبغي قدرات وكيبغي واحد النيه، مشاورات واشراك الجميع باش كيتسمى ذاك المشروع. هذا من تجارب الجماعات، هذا كيتسمى مشروع الجميع، ماشي مشروع رئيس ولا مشروع فلان ولا فرتلان، هو مشروع ديال المدينه لان اموال ديال المدينه. حنا ضرائب المدينه، هادشي اللي كاين، ماشي مشروع انا ما خسرتش من جيبي، هذا مشروع اللي انا تمنيته يخرج وان شاء الله غادي يخرج باذن الله، والجميع كله يتسمى لهم هذاك مشروع ديال المحمديه، ماشي مشروع ديال العطواني ولا ديال فلان. اذا كنشكرك سي العطواني، وكنقول لك مره اخرى الرئيس خصو يكون عنده رؤيه ديال، حتى انه قال في حوار، نرجعوا، قال في حوار اجريته معه قبل 10 دقائق، قال هذا لا يؤتي خصوصا كان هناك فرق واحد، صوت واحد. هذا بعد اولا الاستهتار، هي رساله سياسيه قويه ليه ولمن يهمه الامر، بمعنى انه هذا التدبير والتسيير لا تحكمه العذاب، انما تحكمه رؤيه تشاركيه، مسؤوليه مكون جميع الاطراف، مكون ديال جميع الاطراف، ماشي الارقام، ماشي الرقميه، ماشي واحد ولا جوج، حنا غنشتغلوا نجيو المره الجايه 25 واحد وهما 22، ما حنا في كاين المكون الاخر 25، وهذا لا بغينا نبداو نتكلموا على الارقام، وما يمكنش نسيروا المجلس البلدي المحمديه بالعقليه وبالمنهجيه الهيمنه، هذا لا يمكن. نعم، التسيير ديال المجلس البلدي المحمدي الجميع، لان نمثل نحن كاملين كنمثلوا الساكنه، ما كاينش غير الناس اللي صوتوا على البي جي دي هما اللي غنخدموا ليهم، الاخرين اللي ما صوتوش ما نخدموش ليهم، راه هادو مغاربه كلهم. اذا حنا كنتكاملوا كاملين من اجل تنميه مدينتنا كاملين. اذا باختصار مستقبل مدينه المحمديه في ظل المجلس الحالي؟ هي مستقبل الان تنقول لك انا الا ما كانش مراجعة فيما يخص الإصلاح أولا ديال الفكر، نعم، الجلوس على طاولة من أجل مراجعة مراجعة المنهجية، منهجية السير والتدبير، لا يمكن أن يسير إلى وصلت الرسالة. شكرا.